ما على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة، انطلاقة شوط جديد، شوطنا الثالث عشر الخاص بثنايا القعدان المحليات، الانتاج تنطلق، هذه الاسماء تندفع، هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة المتنافسة وبكل قوة. وتابع مقدمة الشوط، انطلق مع صدارة الشوط، أجد الشجاع ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم بهذا الشعار الكبير بشعار الإنجازات والتاريخ. ينطلق الشجاع على المركز الأول، المركز الثاني، وتابع مكفي وصول شعار مسلم بن علي بن دري المنصوري يتحرك بمكفي، ينطلق بهذا المستوى على المركز الثاني والمركز الثالث. القدوم والتدخل من مصيحان سعيد بن سهيل بن هاشل العامري يهاجم إلى المراكز الأمامية. المركز الرابع، الشارد هو القادم، محمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على رابع المراكز يتقدم، ينطلق بهذا المستوى على المركز الرابع بحضور شعاره وانطلاقة الشارد. المركز الخامس أيضا القادم هو الشارد، حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتحرك بهذه اللحظات، ينطلق ويندفع على مستوى خامس المراكز. والمركز السادس أيضا وصول ربدان، حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتدخل على مستوى سادس الأسماء. المركز السابع القدوم من شاهين، حميد بن محمد بن سعيد الطاير يتحرك ويهاجم على سابع المراكز. المركز الثامن، الدكتور سويدان بن سعيد بن حضير من اكتبي يتدخل في هذه اللحظات على المركز الثامن. المركز التاسع القدوم والوصول، الحضور من النشمي خيت بن راشد بن سيف الشامسي يتدخل في هذه اللحظات وينطلق بالنشمي. المركز العاشر الوصول، الدخول من الجانب الأيمن، التحرك في هذه اللحظات، تدخل شعار بن زيتون، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتدخل مع الرمادي في هذه الأثناء. وأتابع أيضا أسماء كبيرة حاضرة وقادمة وبكل قوة، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى صدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى الاندفاع الأول. بن هاشل غير على صدارة الشوط، يتحرك بمصيحان سعيد بن سهيل بن هاشل العامري على صدارة الأسماء، منطلقا بالمركز الأول مندفعا على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، مصيحان مصيحان على مقدمة الأسماء والمركز الثاني. أتابع في هذه اللحظات القدوم من الشجاع ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم، ينطلق بالشجاع على المركز الثاني. المركز الثالث الشارد، الشارد قادم في هذه الأثناء، يتقدم محمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على المركز الثالث. والمركز الرابع، مكفي يصل، مكفي يتقدم، مسلم بن علي بن دري المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس الشارد، الشارد قادم، حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتدخل ويقترب من هذه الأسماء، ينطلق بشعاره على المركز الخامس. والمركز السادس الوصول من الدكتور وشعار سويدان بن سعيد بن حضير من الاكتبية يتدخل مع الدكتور، يصل في هذه اللحظات على المركز السادس. المركز السابع، الشامي هو القادم، الشامي وصلكم مع أول نداء للشامي، خليفة بن سيف بن محمد المنصوري يهاجم في هذه اللحظات، ينطلق على المركز السابع. المركز الثامن، يصل هذا الشعار بطل هذا اليوم،
يتحرك شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون لمهير القادم مع الرمادي. محمد بن عتيق بن زيتون لمهير يتقدم بوسعيد، ينطلق بوسعيد يصل بشعاري مع الرمادي في هذه اللحظات بانطلاقة وبمستوى كبير. القدوم والدخول، الدخول من شاهين أحمد بن محمد سعيد الطاير يصل في هذه اللحظات، وكذلك قدوم العدملي راشد بن غانم بن سالم المنصوري في هذه اللحظات، يتحرك بالعدملي يصل بالعدملي لمن ياتر الفوز، لمن شوط الثنايا القعدان المحليات الانتاج، لمن الانتصار يا ترى. بن فارس غير الامور، غير مجريات الشوط، تحرك بصدارة الاسماء، انطلق بن فارس الدرعي بالشارد على المركز الاول. محمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يسيطر على أول الأسماء، ينطلق بصدارة الشوط. الرمادي قادم، قادم الرمادي على المركز الثاني وشعار المجازف. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتدخل يهاجم في هذه اللحظات. العدملي، العدملي غير، غير على صدارة الأسماء، انطلق العدملي راشد بن غانم بن سالم المنصوري يتحرك يهاجم صدارة الشوط، ينطلق في هذه اللحظات مع بوابة الكيلومتر الأخير، بوابة الكيلومتر الخطير. الرمادي على المركز الثاني، الرمادي على مستوى ثاني الأسماء. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادم وبكل قوة، يتحرك المجازف يهاجم المجازف على المركز الثاني. العدملي، العدملي، العدملي والرمادي، الرمادي والعدملي، العدملي والرمادي، لمن سيكون الناموس والانتصار، لمن سيكون الفوز يا المنصوري يا العدملي يا راعي العدملي. انطلق في هذه اللحظات مع 500 متر الأخيرة. الرمادي المجازف من زيتون، العدملي بشعار المنصورية، لمن سيكون الفوز، لمن سيكون الانتصار. الرمادي راح المجازف، راح المجازف بهذا الشوط بناموسه، ولكن العدملي، العدملي يأبى الاستسلام، يرفض الاستسلام. الرمادي والعدملية، الرمادي والعدملية، الرمادي والعدملية، ولكن المجازف، المجازف مع الرمادي. تهانينا والناموس لحظة الوصول والفوز مع الرمادي محمد عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. العدملي كان شعار العدملي راشد بن غانم بن سالم المنصوري، المركز الثالث كان الشامي خليفة بن سيف محمد المنصوري، والمركز الرابع كان نهاب ظفر محمد بن خوش العامري، والمركز الخامس كان الوصول من الشجاع ذياب بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. تالي وناموس للجميع. المركز الاول اذن الرمادي ينتزع ناموس الشوط، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تالي نوالفي مبروك لحظه الوصول، التوقيت الزمني لحظات الفوز، التوقيت كان 9 دقائق 22 ثانيه جزء واحد من الثانيه. سلام المجازف، سلام. المركز الثاني العدملي، شعار راشد بن غانم بن سالم المنصوري، والتوقيت 9 دقائق 22 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية أو 3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث لحظة الوصول من الشامي وتوقيته الزمني 9 دقائق 29 ثانية 4 أجزاء من الثانية. الشامي بشعر خليفة بن سيف بن محمد المنصوري. تالي ناموس للجميع.